بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 7، شوف المقطع الثالث، شوف الفاولينج فاكتور والاناليسيس اوف هيت اكسشينجر. كفاءة الهيت اكسشينجر تقل مع الزمن بسبب تراكم اللي هو الترسبات على أسطح البايب. مثلا لاحظ هنا عندنا الانر تيوب، هذه على سطحها الداخلي هنا تتكون طبقة من الترسبات، هذه تصير فيما بعد لها سمك معين وبالتالي تصير لها مقاومة، ريزيستنس، ثيرمال ريزيستنس. نفس الشيء على السطح الخارجي لهذه البايب يكون عندنا طبقة أخرى تكون لها مقاومة مقاومة حرارية. هذا الشيء نسميه الفاولينج فاكتور، وهذا الفاولينج فاكتور يزيد كلما زدنا درجة الحرارة، كلما طال زمن استخدام هذا الهيت اكسشينجر كمان تزيد هذه الفاولينج فاكتور، لكن الفاولينج فاكتور يقل كلما زدنا سرعة الفلو، كلما كانت قوة الضخ أعلى. في هذا الجدول جريت بعض التجارب نشوف فيه اللي هو thermal resistance due to fouling for unit surface area، الـ RF اللي هي كنت هنا أو هنا حسب إذا كنت تقيس عند الـ out أو الـ in. مثلا نأخذ بالنسبة للـ distilled water، تقطير الماء كان ماء البحر أو النهر، أو لو استخدمنا البويلر feed water. لاحظ لما نكون الـ operating temperature أعلى من 50 تكون القيمة هذه، تقل القيمة هذه إلى النص لو كانت درجة الحرارة أقل من 50. إذن مثل ما قلنا هنا الريزيستنس الناتجة عن الفاولينج نقصت. لاحظ هنا بالنسبة للهواء هذا هو الريزيستنس الفيول أويل. لو بدنا نشوف الاناليسيس اوف هيت اكسشينجر، لاحظ هل عندنا هذا في هذا الاتجاه وهذا في هذا الاتجاه، إذن هذا ايش؟ كاونتر فلو. بالنسبة للكولد ووتر أو الكولد فلود يدخل من هنا، هذا الان تبعه وهذا الاوت تبعه، إذن الكيو دوت اللي تنتقل منه إلى الهوت فلود ايش هي؟ قيمته كم؟ تساوي الام دوت سي بي تي اوت ماينس تي ان، لأنه تي اوت دائما أعلى من التي ان وإحنا ودنا هذه القيمة تكون بوزيتيف. لاحظ ام دوت سي بي هنا اضفنا لها هنا سي وهنا سي، صح؟ هذه السي تعني ان نتكلم عن الكولد فلود. لو قلنا نستخدم بالنسبه للهوت هذه الان وهذه الاوت، الكيو دوت ودنا اياها دائما بوزيتيف، اذا ناخذ ايش هنا؟ تي اتش عند الان ماينس تي اتش عند الاوت عشان يكون بوزيتيف، لانه تي اتش ان هذه اكبر من تي اتش عند الاوت. نفس الشيء ام دوت سي بي هنا الاتش تعني الهوت فلود، الام دوت تعرفينها اللي هي فلو ريت، سي بي اللي هي سبيسيفيك هيت. هذول الاثنين لو دمجناهم مع بعض اللي هو ام دوت سي بي، هذه تسمى الكاباسيتي ريت، لكن اللي هي سي اتش بالنسبه للهوت تساوي ام دوت سي بي ونضيف لها الاتش. نفس الشيء بالنسبه للسي سي الكولد. إذا الريت اوف هيت ترانسفر هنا كنا نقول ام دوت سي بي، هنا نقول سي سي بس، لأن ناخذها بدلالة اللي هي الكاباسيتي ريت. نفس الشيء بالنسبة للهوت تي اتش ان ماينس تي اتش اوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.